مرحبا بكم في سي بي سي بنا، معكم شيف وجدي بلكوز كالعادة في أكلة تونسية زمنية بنينة برشا ما فيهاش برشا خدمة باش نحبوكم في الكوجينة. بالنسبة لليوم عملت ان بلا برانسيبال اي ان ديسير، حاجات خفيفة باهية برشا. بالنسبة لليوم باش نعملو مقرونة محشية. المقرونة المحشية نعملوها برشا في تونس، ألوغ لا نوعو فيها. مقرونة محشية باللحم مفروم، فما اللي بالسبناخ والقوطة، فما اللي بالجبن، فما اللي باللي نعملو بالتن وجبن والعظم، فما اللي نعملوه بالكروفيت، حتى نوعو في المقرونة بالمحشية كيما نقولوها. و سي فاسيل ا بريباري، كيما نقولوها ان كار دو تور تاع تحضير الفارس. نحشيو المقرونة نتاعنا، نحطو الصوص، نحطوها فوق الصوص، ان بو دو فرماج مفوق، نبعثوها الكوشة تيب. بالنسبة للديسير، قيت لهنا في زي الله مصنع النبي، لا سيزون غلة بنينة برشا عندكم لهنا، اشتهيتها برشا، قلت نعمل اون بتيت سالاد دو فروي خفيفة مع المقرونة تتاكل، كيما نقولوها سا ديجير. قضيت شوية بانان، شوية فخيس، شوية كيوي، اورانج، عملت شوية كعبات اناناس، حتى نجمو نوعو في سالاد دو فروي نتاعنا. توا باش نبداو بالمقرونة المحشية. المقرونة المحشية الباز نتاعها اليوم خذيت حم مفروم، شوية بصل، معدنوس، فخوماج غابي، عاد ما بو فيغ لا ليزون. ومن بعد عندي طماطم كونسونتخي، شوية ثوم، شوية رند، هذيك ساسخا بور لا صوص. باش نبداو توا باش نعملو الفرس نتاعنا. بالنسبة للفرس باش ناخذو حم مفروم، باش نحطو دون ان ريسيبيون، باش ناخذو معاه شوية معدنوس. بون تنجمو تحطو المعدنوس، تنجم ما تحطش، معناتها سي فاكولتاتيف. احنا نحطو سبانخ، خلينا نحطو برشا انواع حاجات اخرى. نحطو شوية جبن، ومش نخلي شوية جبن، باش نخليه من فوق باش يولي فوندون فوق المقرونة نتاعنا. ناخذو شوية بصل، البصل كالعادة باش يعطينا لونكتيوزيتي وتكون فيها جوتوز، معناتها الفخس تكون شايحة، تكون جوتوز. بالنسبة للفاح نتاعنا باش ناخذو شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وشوية راس الحانوت، لهنا نفوحوه شوية. فوالا، خذيت أبوبخي 50 غرام تاع حم مفروم. نجمو نعملو اسكالوب بلون بولي، فهمتني، نفرموه. معنتها لا فارس طونك تفوح وتقيد بيدي وتعمل عليها كيف اي نوع تاع فارس تنجم تعملها وتجيك مقرونة بنينة برشا. نكملو نحطو عاد ما بو فيغ لا ليزون. فوالا، ونخلطو الفارس نتاعنا مليح. ما تكونش فيها برشا العظم، لازم تكون الفخس نتاعنا فيها ليزون صغيرة. نجمو نعملو باغ اكزومبل عظم طايب مسموط، معاه شوية جبن، سبناخ، نلحي شوية كروفيت، نيا هكاكا ونحطها في الوسط. معنتها نجم نعمل برشا حاجات، فهمتني. أما الباز سي توجور لا ميم. لهنا خذيت معون باش يدخل الفوغ، باش نحط فيه المقرونة نتاعي، ومن بعد ندخلو الفوغ. لهنا نحشي المقرونة، المقرونة ما نطيبهاش، نخليها نية. علاش نخليها نية المقرونة؟ على خاطر باش من بعد تطيب في الصوص. كان طيبها توا ومن بعد تزيد طيبها في الصوص، تجيني معجنة، ما تجينيش واقفة. ألوغ نعبيها نية، ما نعبيهاش وهي طايبة. فوالا، نبدا نعبي المقرونة، نخدم بيدي خير ولا بوش. ناخذ بوش نعبي بالبوش، فوالا نعبيها من دو كوتي باش هكاكا ما نقعدش نقلق في روحي. ما نعبيهاش برشا خاطر المقرونة باش تتحل، وباش كي نعبيها برشا تترشق. نعبيها شوية شوية. فوالا،
Abid d'un côté, Nimshin Abid le deuxième côté. Oh, et là, bah, qu'est-ce que je dis? Pas plus que ça. Sinon, Raifi ça type. حطهم بجنب بعضهم الكل هنا ولا عامل جو هكا معناتها عامل كيف مثلا تبدا التلفزة محطوطة بعدك في الكوجينة نبدا نعبي فيهم ونفرج في التلفزة ونبدا عامل جو فهمتني معناتها سي ان بليزير دو لو فيغ ماهوش معناتها فوالا هذايا ابوبخي الفخس هذايا كي اللي حطيتو نتاع 50 غرام تاع حمفروم شويه معدنوس شويه بصل شويه كيما نقولوها جبن توكل 2-3 بيرسون خاطر بتاعتي نقولو 3 بيس 4 بيس بار بيرسون فهمتني معاه الصوص نتاعو باش ينجم يشبع فوالا ما شاء الله حطت طيب نكمل اي فوالا كملنا حشينا المقرونة حشيناها امورها واضحة توا باش نحضروا الصوص الصوص باش نحضرها نجم نحضرها هنا في ال في الريسيبيون اللي فيه شويه معدنوس والكل عليه خاطر فيه لو فيغ والكل ونجم جو شانج لو ريسيبيون ناخذ ان اوتر ريسيبيون ناخذ ان اوتر ريسيبيون ونحضر الصوص الصوص عندي طماطم معجونه مش برشا مقادير تاع مغرفه تاع ماكله هذيا مغرفه تاع ماكله تزازيها باش نحط الثوم قالت المقرونه تحب زيت شويه ثوم هلا وباش نحط له الفحم تاعي باش نحط شويه راس الحانوت شويه ملح شويه فلفل اكحل هلا نحطوا لها زيت خلطهم بكدا 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 توا شو مش نزيد باش نزيد الماء الماء بخاطر لازمني عندي صوص باش تيب فيها المقرونة نزيد الماء اون بون كونتيتي دو فوالا نحلهم مليح بيدي بيدي فوالا ما تجيش توماتوز تجي خفيفة الصوص ونجي نصبها فوق المقرونة اللي عملتها كيما هاك حط لها ورقتي رنت فوستك الصوص اللي كان باش تصيب لوكوم تاعها في الصوص ونبعثها للكوشة سون كوفيركل خليها تيب قبل ما نطفي عليها عندي لو فرماج ونضر عليها كل فرماج بتاعنا ما نحكي لكمش توا هذه لحظة تمبيراتور دو كويسون نحط الكوشة متاعي 180 دوغري نعرفوا البات تاخذ 10 مينوت دو كويسون كرون ماكسيموم نعرفوا الحم مفروم ما فيش برشا روح زاد كيف كيف في سايتيب معناتها غروسو موندو غروسو موندو غروسو موندو 10 à 15 مينوت يكون البلا نتاعنا حاضر ونحط لو فرماج نتاعي باش يقعد ديما حي بالنسبة للسلاد دو فروي اللي باش نعملوها اليوم باش ناخذ لي فروي نتاعي باش نقصهم كيما نحب انا كيما نشتهي معناتها يا با اون فاسون بيان بريسيز اما اون بو فير بلوزيور سورت دو سلاد دو فروي
انا اليوم باش نعمل سالاد الفروي عندي الغله عندي السكر وعندي المزهر نجم نعمل اون سالاد الفروي ونعصر ان جو دورانج ونقص فيه الغله متاعي الكل ونخليه يرقد فيك الجو دورانج تجي زاده بنينه برشا نجم نعمل اون سالاد الفروي زاده كيف كيف احنا نعملوها برشا في تونس اللي هي نعملوها بالروزاتا الروزاتا هي كيما نقولوها الشربات شربات اباز داموند روزاتا نعملو سالاد الفروي نتاعنا نرقدوها في الروزاتا وشو نقصو معاها اخت لورانج والبوردين والغله اللي عندك الكل نحطو معاها كعبات لوز اخضر قطر عندنا اللوز اخضر اش معناتها اللوز اخضر سي لا سيزون وقتها entre mai et juin تطيح اللوز الاخضر معناتها اللوز يكون في الكوكي نتاعو الخضراء يتباع وقت سيزون بيدي ويبدا جوتو وبنين مش كيما اللوز اللي نبيعو فيه معناتها يبدا شيء هذا يبدا جوتو تاكل اللوز اخضر معناتها من امه كيما نقولوها ماهوش تريتي هذاك يرقد معاه في الروزاتا تاعنا سي تري تري بون مادام انت سالاد دو فروي نتاعك فيها الباز البنان والفريز هذوما اللي باش يعطيو ان بون جو اللي بغلا كل من بعد اعمل اللي تحب هذوما كل باش تشوفوهم بعد الفاصل خاطر تو انا باش نهز المقرونه التيب خاطر بديت نجوع وبدات جوعتني باش من بعد نعمل ان تري بون ديسير نرجع لكم بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل المقرونة حضرت جبن بدا يذوب من فوق سالاد دو فروي نعاود نحكي لكم كيفاش عملتها قصيت شوية غلة شوية سكر شوية مزهر تنجم تعمل ان جو دورانج ترقد فيه الغلة متاعك ومن بعد تحطهم في لي كوب متاعك تنجم تعمل كيما نقول احنا الروزاتا معناتها الشربات متاع اللوز رقدوا فيه زادة كيف كيف معناتها لا سالاد دو فروي نجم تعمل فيها برشا حاجات لو جو اللي تحب عليه نجم تعمل نجم نعمل اون روزاس نتاع شانتيي من فوق بور دوني ان بو دو فوليوم ان بو دو غو معناتها نلعبو في الكوجينه نتفنوا كيما نقولوها احنا بور افوار ان بون غو اي بون بريزونتاسيون بالنسبه لتوا مقرونه حضرت الصوص نتاعها à point كيما نقولوها قد الكونتيتي اللي حاجتي بها الريحه طالعه ما نحكي لكمش مقرونه طايبه الصوص طايبه اللحم مفروم في وسطها طايب نعاود نقول لكم الفخس نتاعها حطيت شويه لحم مفروم مع شويه معندوس شويه بصل باش يسيب الماء نتاعو باش يجي الفخس نتاعنا ان بو جوتو حطيت شويه ملح فلفل اكحل شويه راس الحانوت عمرت الكالوني نتاعي عمرتهم بيدي من بعد عملت اون صوص طماط حليتها بالماء شويه ملح شويه فلفل اكحل ثوم صبيتها حطيتهم والكل حطيت الفوق على 180 دوغري بوندون ا بو بري 20 مينوت غران ماكسيموم نعرفوا احنا الباش اون 10 مينوت تيب مع تزيد تشرب شويه صوص تجي قد قد هذا هو المنيو بتاع اليوم ان شاء الله عجبتكم الفكره ونتقابلوا في حلقه جديده توا نقولكم بالسلامه